طيب دكتور، يمكن معروف جدا ان عمليات الشفط مثلا لو هنبتدي عملنا ريجيم ورياضه يعني ما بتروحش خالص. دلوقتي احنا عارفين الشفط هو ده الحل الوحيد، بس في ناس بتخاف من الشفط فبتقول انه جسمي هيرهرت وبتاع، فلازم اعمل الشفط مع الشد. ده حقيقي ولا ممكن نعمل كل واحده لوحدها؟ هنا بقى لازم نفرق، لان لازم يحصل تقييم للمريض من الاول قبل ما نشفط من مكان معين. بنقيمه على حسب سن المريض وعلى حسب الصحه العامه بتاعته والجلد وعلى حسب تقريبا وعلى حسب عادات الاكل بتاعته وعلى حسب جوده الجلد. اخر حاجه جوده الجلد. فجوده الجلد في علامات بتقول لنا ان الجلد ده لو شفطنا منه دهون او شفطنا منه دهون على الاخر، يعني من الاخر زي ما بنقول كده فضيناه، بيحصل فيه ترهل. زي لما يكون لو في علامات تفتيح البشره اللي هي الاستراي او علامات الاستريتش ماركس، لو في ده فده بيدل على ان الجلد جودته مش عاليه قوي. يعني لما نشفطه ممكن يحصل ترهل. بس احنا عندنا تقنيات جديده بتساعدنا ان احنا نشد الجلد او نعمل سكين تايتنينج غير الشفط العادي. احنا بقى عندنا حاجات زي الفيزر زي الجي بلازما، الحاجتين دول بيساعدونا ان احنا نعمل سكين تايتنينج. يعني بيشد مع بيشد الشفط. الجلد مع الشفط. فعندنا الفيزر بيستخدم حاجه زي الالتراسونيك ويفز بتولد ده اللي بيعمل العمليه في نفس العمليه، ممكن قبل ما نشفط وممكن بعد ما نشفط. يعني ممكن نستخدم الفيزر لاستخدامين، اننا احنا نعمل نكسر الدهون. في ناس بيبقى عندها الدهون يعني زي ما بنقول عليها خشنه او تقيله، فلازم تتكسر الاول قبل ما تتشفط. فبنستخدم فيها جهاز الليزر اللي هو بيطلع موجات فوق صوتيه عشان تكسر الدهون، بعد كده يبقى شفط الدهون بسهوله. بسهوله. وفقد دم اقل وبالم اقل، لانه بيكوي النهايات العصبيه اللي موجوده تحت الجلد، فبالتالي العيان بيخرج الريكفري بتاعه بيبقى قليل، يعني في خلال يومين ما عادش بيحس بأي. قبل طبعا الشفط العادي. قبل الشفط العادي. وفي ممكن نعمل سكين تايتنينج بعد الشفط، يعني بعد ما بنشفط بنستخدم جهاز الفيزر برضو اللي هو بيطلع التراسونيك ويفز ان هو يعمل سكين تايتنينج، بيشتغل على الكولاجين والالاستين اللي في الجلد بحيث ان هو يخلي الجلد يلزق في اللي تحته، يعني بعد كان في جزء ده بقى من غير جراحه، يعني مفيش بقى ولا سكار هي فتحتين ولا حاجه صغيره. فتحه او فتحتين على حسب بقى هنشفط من كام منطقه، بس في كل منطقه بيبقى في فتحه او فتحتين 1 سنتي او اقل. بندخل فيها في الكاميرا زي ما احنا دي شايفين. دي شكل الدهون بقى. دي الدهون. دي شكل الدهون مثلا في منطقه ربنا ياخدها بجد. فاحنا هنا بنستخدم اول حاجه بنحقن بنحقن ادرينالين وبنحقن مسكنات، هو هنا بيحقن اهو، فبالتالي ده بيوسع المسافات ما بين الدهون. في نفس الوقت بيزود بيقلل فتره النقاهه اللي بعد العمليه. فهنا بيحقن وبعد كده بندخل بالكانيولا نوزع الحاجات اللي احنا شفطناها اللي احنا هنشفطها دي، وبعد كده بندخل بده جهاز الفيزر، وبعد كده بندخل نشفط الدهون. بالتالي منطقه البطن بعد كده بتهبط مع استخدام الكرسي او اي حاجه بتضغط على البطن. طبعاً. كرسي او حزام البطن او الاربطه الضغط او كده، ده بينزل زي ما انت شايفه كده وبيجيب نتيجه. ده طبعا بيظبط القوام. انا بقى مش محتاج فعلا شد يعني؟ لا مش محتاجه، بالذات مع الجي بلازما برضو لسه ما اتكلمناش عنه. الجي بلازما بيستخدم غاز الهيليوم او غازات مختلفه ان هو بيبرد تحت الجلد، وبالتالي بيقلل الافرازات اللي بتحصل بعد العمليه. احنا بعد عمليه الشفط بيبقى عندنا افرازات. الافرازات دي بتقل خالص، وبيخلي بيشتغل برضه على الاستين والكولاجين ان هو يزود الكونتراكتيفيتي بتاعت الجلد، يعني الجلد بعد العمليه مباشره على ترابيزه العمليات بيلزق تحتيه. ولو في صور ممكن نوريكم صور حالات، بس معظم صور الشفط مش هينفع تبان على الشاشه. لكن لو شفنا نتائج الجي بلازما نتائج هايله جدا بتخلينا فعلا نستغنى عن عمليه الشد. طب لو